السلام عليكم، نتمنى كل شيء يكون مزيان. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد الفطيره او خبيزه في الفران بواحد المذاق جد رائع، مكونات بسيطه وكتوجد بسرعه لوجبه فطور او عشاء. نخليكم مع المقادير. غادي نحتاجو 300 غرام ديال دقيق الحلويات، نص معلقة ديال الملح أو لا ربع معلقة، 10 غرام ديال خميرة الحلويات، 60 غرام زبدة، من الأحسن تكون لينة، أنا نسيت مخرجتهاش من الثلاجة. مهم نحاولو نبسبسو داك الدقيق. غادي نحتاجو 150 غرام ديال كاشير، اي نوع تعجبكم، نقطعوه مربعات تكون رقيقه شي شويه. نضيفوه خليط ديال الدقيق. غادي نحتاجو كذلك 150 غرام ديال الجبن مبشور، 240 مللتر ديال اللبن او تقريبا رابعة ديال اللبن. نجمعو الخليط ديالنا، من الاحسن نستعملو يدينا باش تجمع لينا بسرعة. غادي نزيدو تقريبا 50 غرام ديال الدقيق، هو اللي غنحاولوا نجمعوا به العجينه ديالنا. ما غاديش يدخل لينا كامل، يبان لكم في الاخر شحال بقى، المهم ما تدخلوهش كامل في نفس الوقت، اي بشويه جمعوا وانتم كتدخلوا بشويه، ما تكونش ناشفه بزاف او قاصحه بزاف، تبقى رطبه شويه. نقسموها على جوج، والطريقة راه موضحة قدامكم. نوضعوهم في طاوله اللي كتدخل الفرن، نديرو ورق طبخ وتنقطعو كل وحده بالطريقه اللي مبينه في الشكل في الفيديو. في هاد الاثناء تيكون الفران سخون، طيب صافي الفران ديال الغاز، نديرو العافيه من التحت تحمر لينا ونهبطوها لتحت، ردوا البل باش ما تحرقش. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، الصراحه كتجي لذيذه بزاف ورائحه ديالها ما نعاودش لكم، جربوها وردوا عليا. حتى القوام ديالها من الداخل كتجي اسفنجيه، ما كتجيش فازكه ولا كتجي صراحه خفيفه بزاف. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه، ونتلقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.